أنا سعيدة جدا النهاردة أن احنا في المؤتمر الختامي لمشروع الابتكار في صناعة الجلود في الأردن ومصر المدار على مدار 3 سنين من الكلية النقل الدولي للوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا النقل البحري. احنا كنا أحد 13 شريك في مشروع الإينولية اللي هو الابتكار في صناعة الجلود في الأردن ومصر من ضمن شركاء مختلفين في الأردن ومصر وليتوانيا ورومانيا واليونان وإيطاليا والبرتغال. اشتغلنا 3 سنين ونص على المشروع ده لتنمية قطاع الجلود. وكلية النقل الدولي للوجستيات عموما بتدير أكثر من مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لتطوير وتنمية قطاعات معينة، قطاعات صناعية وخدمية لتحسين الاقتصاد. وده دايما بيخلينا رابطين ككلية ما بين مجال اللوجستيات العلمي والمجال التطبيقي، وبيفيد طلبتنا كمان معانا اللي بيشاركوا معانا في تنفيذ المشاريع المختلفة، فبيقدروا ان هم عندهم practical experience ونفذوا فعلا activities على أرض الواقع. المشروع تم على أكمل وجه واحنا النهاردة بنحتفل بالحفل الختامي ليه. النهاردة بنلتقي جميعا في المؤتمر الختامي لمشروع إينولية لدعم صناعة الجلود في مصر والأردن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. شرف لينا كممثلين لمجتمع الأعمال كاتحاد عام للغرف التجارية المصرية وكاتحاد الغرف المصرية الأوروبية. احنا يمكن تعاوننا مع الأكاديمية بالأخص والقطاعات الأكاديمية تمر لسنوات عديدة ماضية، لدينا عدد من المشاريع المشتركة. عندنا مشروع مياه طاقة لدعم التقاليد المتجددة ومشاريع المياه، عندنا 9 مشاريع تم إعلانهم النهاردة إقليمية كل واحد ما بين 3-5 مليون يورو ممولين من الاتحاد الأوروبي للربط بين الأكاديميات والبحوث والقطاع الصناعي والتجاري والخدمي. لدينا عدد من المشاريع اللي هنعمل سويا على تكملة مشروع إينولية، هناخد مخرجاته ونحاول ان احنا نوصلها ليس فقط لمجتمع الأعمال في مصر ولكن لمجتمع الأعمال على مستوى دول الأردن المتوسطية بالكامل. النهاردة شرفت طبعا بحضوري للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في مقرها الرئيسي في أبو قير، وشرفت بأن أنا أشوف وأشارك في المؤتمر الختامي للتنسيق اللي تم ما بين الاتحاد الأوروبي وكلية النقل واللوجستيات الدولية اللي موجودة في الأكاديمية. كنت سعيد جدا بالكلمات اللي اتقالت النهاردة، وإن شاء الله نشارك في مناقشة الأفكار المختلفة في ختام المؤتمر. كان ليا برضو السعادة أن أنا أمر في الأكاديمية النهاردة وأشوف المجمع التكنيكال والحاجات فعلا الجميلة اللي موجودة جواه، وكان ليا النهاردة تعليق مع الزملاء ان احنا ان شاء الله يكون في تعاون ما بين الجهات المختلفة وما بين الأكاديمية وما بين كلية النقل الدولية. وطبعا ببقى سعيد جدا لما ببقى موجود في الأكاديمية لانها طبعا بيت العرب، وبحس ان انا فخور ان انا مصري ان انا موجود في الأكاديمية بالأفكار والاستاف البروفيشنال اللي موجود. وإن شاء الله أتمنى الخير لكلية النقل للوجستيات وأتمنى الخير للأكاديمية العربية للنقل البحري. أشكركم. أحب أشكركم جدا في نهاية المؤتمر الختامي، وأتمنى أن كلكم تتواصلوا معنا عن طريق الفيسبوك بيج بتاعة الأكاديمية وبتاعة الكلية لأي استفسارات أو أي أسئلة عن كلية النقل الدولي للوجستيات. اتفضلوا كلموا على الهوت لاين بتاع الأكاديمية أو تواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك بيج. شكراً.